السيد الصدر أعلنها صراحة وفي تغريدة واضحة أنه السيد نور المالكي يهدد حياته بالقتل. أنتم ما هي خطواتكم اللاحقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعجل فرجهم. تحية طيبة إليك جناب الأستاذ الإعلامي والوطني نجم الرباعي، وتحية لضيفك الكريم جناب الشيخ بلال المالكي ولجميع مشاهدي قناتكم الكرام. نعم حياك الله. ألتقي بجنابك علامة فارقة حقيقة في الإعلام. الله يحفظك. صحفي أو إنسان تبحث عن ما يقدم خدمة نحو التغيير من أجل صالح الوطن، وهذا الإطراح يعني أنا ما أريد اللي قدام اسمك الساحتي، لكن هي فرصة أنا ما متواصل معك. الله يحفظك، سعيد بهذا أستاذ حس شيخنا. حتى وإن كنت تختلف معي أنا أحترم الشخص الذي لديه حرقة قلب مثلك على الوطن يعني. حياك الله. حقيقة الله يحفظك إن شاء الله. حقيقة سيدي أستاذ نجم، يعني هذه التسريبات التي أصبحت هي الشغل الشاغل للشارع العراقي وحتى للمحيط الإقليمي بل حتى الصحافة العالمية والرأي العام العالمي. أنا في أكثر من مقابلة يعني حصلت خلال هاليومين ثلاثة مع شبكات أجنبية وصحف عالمية مهتمة بشأن لما فيه من مبالغة في تجاوز كل أبجديات السياسة وال التنافس السياسي المحترم والمقبول. نعم. من طرف أستاذ نجم أن يتنافس من أجل تحقيق برنامجه، من أجل تحقيق مكاسبه، من أجل أي شيء. نعم. لكن لا تصل خصومه إلى هذا المستوى من الطرح الذي تسرب عبر هذه التسجيلات الصوتية. قد يقول قائل لماذا ترتبون أثر على شيء لم يثبت إلى الآن؟ كلام نكرره في أكثر من مقابلة، ما هو للأسف وعد الحديث عن هذا الموضوع فالمضطرين نكرر الكلام. لدينا لم يكن لدينا دليل قاطع، فلدينا قرائن جدا متعددة على مصداقية هذا التسريب الصوتي تكاد ترقى على مستوى 90%. ما هي هاي القرائن شيخنا؟ سيد الفاضل، لا يخفى على جنابك الكريم أنه هنالك تصريحات واضحة من السيد المالكي علنا وليس سرا أساء فيها بكل وقاحة على سماحة السيد مقتدى الصدر وعلى التيار الصدري وتوصيفات غير لائقة. نعم. حتى أنه في من اللاحق يعني قال أنه طارئ على العمل السياسي وأنه غير مؤهل تدخل السياسي وعليه أن ينسحب من العملية السياسية إلى آخره. نعم. وقال في مرة بأنه حينما سئل هل تريد أن تنشر التشيع في إقليم كردستان، قال أنا لا يوجد لدي هكذا مشروع، ولو كان كذلك لما كنت قد ضربت الشيعة أكثر من السنة. يعني هناك محل افتخار لدى جناب السيد المالكي بتوجيه الضربات للمكون الذي يمثله سياسيا. نحن نلاحظ الآن السنة يتنافسون في إقناع جماهيرهم بتقديم الخدمات لمحافظاتهم ولقوائمهم ولمنتخبيهم. نعم. الأخوة الكرد أما نحن الأخوة الشيعة للأسف الشديد نجد أن الشخص الأبرز والذي حكم رئاسة الوزراء أطول فترة ممكنة ومن لديه ما يسمى دولة العميقة يفتخر بأنه قد ضرب الشيعة أكثر مما ضرب السنة. هذه القرائن إضافة إلى ما تسرب وتحدث به أيضا بعض الشخصيات السياسية على الملأ بأن السيد المالكي في جلساته الخاصة لديه عبارات أسوأ من ذلك بكثير.